إن مسيرة الشهداء هي مزيج من الإباء والفداء، وبشهادته عرجت روحه إلى جوار ربه، وخلف لنا مسؤولية ضخمة، مسؤولية كبيرة، أن نعيش حالة الوفاء، أن نبقى أوفياء لهذه الدماء ولتلك التضحيات، وأن نبقى نحافظ عليها ونستذكرها دائما ونجعلها أفقا لحراكنا، نجعلها سمتا لتحركاتنا. إن الشهداء يمثلون كنزا لهذا الشعب، كنزا ثمينا لهذه الثورة، رصيدا غاليا لهذه الثورة، ولا يمكن لأي عاقل أن يفرط في رصيده الذي يعتمد عليه وينطلق به. فبين إباء الشهداء وفدائهم يأتي وفاء الموجودين بعدهم. المعتقلون اليوم يمثلون عنوان الوفاء لشهدائهم، الجرحى، المهجرون، الحاضرون في الساحات، الذين لا زالوا وسيبقون يرفعون شعلة هذه الثورة، هم يحملون عنوان الوفاء لتلك التضحيات ولتلك المسيرة. تخليد ذكرى الشهداء من خلال الاستمرار في مسيرتهم وفي الحراك الذي ضحوا خلاله وفي إطاره. إذا أردنا أن نحافظ على دماء شهدائنا ونؤدي الواجب تجاههم، فعلينا أن نبقى محافظين على ثورتنا، على مطالبنا، على حقوقنا المشروعة، أن نبقى متواجدين دائما في الساحات، نواصل درب الشهداء بكل حضارية وسلمية حتى تنتج دماء الشهداء نصرا عزيزا لهذا الشعب.